مات مريم من طنجة، ربما بزاف ديال المستمعين والمتابعين بحالها أستاذ أحلمي. نعم. بغاوك تكلم ربما على الطريقة ديالها التقليدية، يعني الأصيلية. نعم. إلى تكلمنا جاء في المداخلات ديال الآراء ديال المستمعين الكرام اللي خرجنا للشارع وخديناها على أنه بعض مرات إذا كان حاضر مثلا القديد أو القديد كيكون. نعم. كذلك من ضمن المكونات ديالها، واش هذا داخل ضمن المكونات الأساسية والأصلية ولا لا؟ نعم، هو أنا أتوقع أستاذ عفاف هذا القصة ديال هذا الرفيسة العامية هو أن واحد ناس يتصوروا معي واحد سيناريو بسيط. نضت واحد السيدة الحب لوليداتها، الحب للزوج ديالها، الحب للأسرة ديالها، بغات تطيب لهم شي حاجة. ما الخبز ما بقاو غير ديك الفتات ديال الخبز ديال الأسبوع، واخا لقات شوية ديال الماطيش، لقات واحد البصلة مازالة دايو غير عندها المعدنوس، عندها الحلبة في بيت الخزين، عندها شوية ديال العدس، عندها شوية ديال الفول، شويه ديال حب الرشاد، الفلفله، السمن، هادشي كاين في بيت الخزين. نعم. بس كاين جبير راس الحانوت وزيت الزيتون، ما كاين لا لحم، ما كاين حتى حاجه. فكرت باللي راه عندها القديد، جابت واحد شويه ديال القديد. شنو غتصاوب؟ غتصنع شي حاجه من هادشي هدايا. يعني تخيلوا معايا انتم النهار الاول فاش تولدات الرفيسه العاميه، هذاك النهار فاش تولدات. بغات السيده تصاوب لوليداتها شي حاجه اللي هذه ماكينه، كما قلت انا ماكينه خبز باش الناس ياخذوا المرقه، ماكينه حتى شي حاجه. وانا نبغي هاد المساله ديال الدواز المرقه، هاد نبغي انا هادشي يعاود يحيى. ما تحشموش تقولوا المرقه، ما تحشمش نقول انا الدواز المغربي، هاد المصطلح هذا راه قرب يموت، مصطلح خصو يحيى. ما تقولش ما نحشموش، نحنا كما قالت الاخت قبيلتي ما غاديش انا نقول خبزيست، غنقول حنا شعب خبزي باش نبقاو في هكايا. نبقاو ماشي كنقول انا على المصطلح، ولكن هي باش نبقاو في اللغه العربيه ديالنا وفي الدارجه ديالنا. فحنا شعبنا كناكلوا الخبز، غير هو كل الخبز يكون بالطريقه الصحيحه. فقلت انا هاد السيده لا تخيلت معايا ناضت بغات تطيب لوليداتها، لقات اي الخبز شنو دارت له؟ كتشدوه كنفوروه في الكسكاس. علاش كنفوروه في الكسكاس؟ لان الخبز يابس لكي نعيد له الماء، نشرد له نسبه الماء. لان شنو الفرق بين الخبز يلا خرجتيه من الفران والخبز يابس؟ الخبز يلا خرجتي في المران كيطلع منه هذاك الدخان، هذاك هو ماء يتبخر. فباش ما يجيش قاصح باش ياكلوه. سبحان الله، رفيسه هذه رفيسه العاميه استاذ عفاف كياكلوها من الاطفال حتى الشيوخ. شيخ مثلا ما شاءت الظروف ان سنيناته على قد الحال او لا، ما هذه ياخذها. علاش؟ لان الا شديتي الخبز وكبيتي عليها شويه ديال المرقه دغيا كتذوب. انا اتحدث عن الخبز اللي مصوبه في الدار وصوبه بالخير البلديه، والخبز فيها حبه حلاوه، فيها النافع، فيها الحبه السوداء، هادو كيشدوها الناس. جات هاد الام هذه الله يعطيها الخير، لقات باللي كاين هاد الفتات ديال هاد الخبز هذا، شدته قطعته طريفات غير طريفات واخا، وحطاته في الكسكاس وفورته. شنو كدير معاه؟ انا كنقول للناس حيدوا غير الخبز بهذه الطريقه ديال التفوار، الباقيه كيف ما كطيبوا الرفيسه العاديه. كنديروا البصله، كنديروا الثومه، هاد المقادير غادي نعاودهم، كنديروا الطماطم، كنديروا مطيشه واخا، كنديروا المعدنوس، كنديروا الحلبه، كنديروا شويه واحد الحفينه ديال العدس، حفينه ديال الفول، شويه ديال حب الرشاد، شويه ديال الفلفل الحار، السمن ضروري من السمن علاش؟ لان كيعطي قوه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، راس الحانوت، زيت الزيتون. وإلا مثلا حنا دابا تخيلنا ان الرفيسه كيفاش جات، لقيتي القديده ممكن دير القديده، ما لقيتي والو ما دير والو، كتجي جميله جدا ما دير والو. واخا راه كاين الناس كيديروا غير البصله ومطيشه وشويه ديال العطريه وهذه، وهي وزه الرفيسه العاميه. حنا وحنا صغار كنا هذه المساله هذه كان هذه. اللي بغى يزيد مثلا دجاج بلدي، يزيد شويه مثلا ديال الحمام، يزيد مثلا السمان، ما كاينش مشكل. وكاين حتى اللي كيوجدها كاع يبغي مثلا يزينها بالبيض ديال السمان، والبيض ديال السمان جميل جدا، اكونديسيون ان السمان يكون كياكل ماكله جيده. ردوا البال، ولات هذه الظاهره ديال السمان وهذه الاشياء وفوائد بيض السمان وفوائد السمان، الله يعطيكم الخير. السمان ماذا ياكل؟ هذا الجواب اللي خصنا نجاوب عليه. عاد الساعه ناخذ انا هذا السمان هنا. فقلت انا هذه الوجبه هذه ونفوروا الخبز وسقيوها بشكل بسيط وبشكل جيد. حنا ملي كناخذوا هذه الوجبه هي وجبه ديال الدفء بامتياز. اقول الدفء، هاد المراه هذه اللي صوبت لنا هاد الرفيسه هذه في التاريخ فاش تولدت هاد الرفيسه، بغات تسخن وليداتها، بغات تسخن دارها، اوليو باش دير مجمر يسخن برا، دارت هي مجمر سخن لداخل.
يعني انت ملي كتاخذ الرفيسه بحال اذا كتسخن بالمجمر بيولوجيا، كتسخن جسمك من الداخل، ملي كتقول بصله، ملي كتقول ثومه، ملي كتقول راس الحانوت، ملي كتقول مثلا الا خدينا البصل، البصل فيه الاليسين، فيه مواد كبريتيه كتسخن الجسم. الطماطم فيها ماده الليكوبين، الليكوبين هي مواد مضاد الاكسده قويه جدا. المعدنوس كذلك فيه معادن وفيتامينات اللي كتسخن الجسم. الحلبه عملاق في التغذيه. العدس والفول هذه فيها معادن وفيتامينات اللي هي قويه جدا. حب رشاد كذلك. الفلفل الحار فيه الكابسيكوم والبربرين. السمن فيه حمض البيتوريك. الزنجبيل كذلك فيه اللي كنقولوا حنايا السكينجبير وكنقولوا الخرقوم، فهرا فيها الكركمين. الكركمين هي ماده اللي ترفع درجه حراره راس الحانوت، راه سميتو راس الحانوت، يعني علاش؟ لانه كيعطي لا تيرموجينيز. زيت الزيتون فيها الاولوغوبين، فيها التيغوزول، فيها الهيدروكسي تيغوزول، فهاد الشيء كامل هذا كيعطينا لا تيرموجينيز، ولا تيرموجينيز هي رفع حراره الجسم. يعني انت ملي كتاخذ الرفيسه العاميه تفكر انك عندك مجمر لداخل اللي كيسخنك في هذا البرد، وما احوجنا حنا للحراره ديال الجسم هذا البرد هذا. نعم.